هاي مقالك من الصورة هذه تكستو من خطابه. قال: وإذا ما نظرنا إلى الفصل 2 من الدستور الذي ينص على أن تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة وإرادة الشعب، يا مفتري يا بجبوج، ولدك نهار اللي ضربك جماعة في الحمامات، بعث جماعة ضربوه وجماعة مرزوق وجماعة رميلي مسكين رجل كبير في عمر ربيع حافظ ضربوه، هذه دولة دولة المواطنة الكذابة اللي تحكي عليها حاسبت جماعة ولدك؟ حتى حد منهم ما تقل باللي بالفيط هذا، تحكموا كم في الفقراء في الزباولة، حتى الشرطة والأمن ما أنا خليتهم يطاردون اللصوص الصغار ويحمون اللصوص الكبار. نكملكم ايش قال يا سيدي. قال: واذا ما نظرنا الى الفصل الثاني من الدستور الذي ينص على ان تونس دوله مدنيه تقوم على المواطنه واراده الشعب وعلويه القانون، فان احكام الميراث، ويقصد احكام الميراث التي معمول بها طبقا لما جاء في قوله تعالى في سوره النساء، فان احكام الميراث اصبحت تمثل الجزء الشاذ، انت هو الشاذ يا بشبوش، اصبحت تمثل الجزء الشاذ في مجال التحول الشخصيه، لأنها خارجة عن الفلسفة التحررية العامة المجسدة في جل المسائل الأخرى الواردة في المجلة. كذاب والله، لا تحررية لا نيلة زي ما يقول المصريين، فقد سموها تحررية لأنها منع التعدد الزوجيات، ما عندكم أي حاجة فيها كان دبرة فيها فيها احتكاك بالدين ومضايقة كذا، هذيك تسموها تحرير، عارفكم أنا خدت فايق ذيكم، أنا قريت معاكم ونعرفكم، أي حاجة تمس الدين نقولوا عليها أنتم تحررية، فهو الموت الناس كله نلتقي أمام الله يوم القيامة وقتها نعرف كل واحد شنو التحرري من التحرري. قال: في المسائل الأخرى الواردة في المجلة والمبنية أساسا على السعي نحو الحد من التمييز بين الجنسين، معناها الأحكام هذه ما تميز، ونحن اليوم نريد أن نرتقي بها حتى تواكب العصر. شوف التبوريب، خونا اللي بيع في الشراب حسب ما يقال، وولده اللي بيع في الشراب، الرجل معظم يشتغلوا في تجارة الخمور، يحبوا يرتقوا بأحكام الدين حتى تواكب العصر وتتناغم مع رؤيتنا التحرريه في الاصلاح والمساواه. اصلاح شنو؟ اصلاح ايه؟ مساواه ايه يا راجل؟ تبرر ساعه نحي يعمل كان فيك ذره خير لبلادك اسمح لتونس تعمل حمله على مزار الخمره. كان قلبك على تونس ترى خلي تلفزه تعمل وطنيه على حساب التلفزه من فلوس التلفزه اللي قاعد تمشي كاكا، خلي يعملوا حمله ينبهوا الشعب التونسي راهي الشراب حرام شرعا ومضر بصحتك. مش تجي تنقص الحزب نتاعك يمشي ينقص الاداءات على الويسكي الفخم، بداش تربح منه انت؟ اذا كان كنت تاجر ويسكي انا ما نعرفش ثبتني، اذا انت ولا ولدك تاجر خمور كم تربحون؟ كم استفدتوا من تخفيض الاداءات على الخمور الفاخره المره اللي فاتت؟ تو كان سهل ربي وقلبناك ان شاء الله بالقانون وبثوره شعبيه جديده بالقانون وبالدستور، يعني بالانتخابات الجديده تو نحقق في حكايه هذه الشراب نتاعكم هذه بشركاتكم ونشوف قداش استفاد حافظ وانت شخصيا قداش استفدتوا اذا كان الحكايه هذيك من حكايه الرسول. جماعه النهضه صوتوا معاكم تو نشوف كان في واحد منهم يبيع في الشراب حتى هو تو نثبت في الموضوع عليه. ملا بجاحه وملا قله احياء. هذه هي تونس توا. يحبوا ينشروا الياس في الشعب التونسي. قله احياء وقله معناها وقاحه زايده على الحد في التعاطي مع يرجعوا في التجمع عادي، ما مش خايفين من الشعب، مش خايفين من اولاد القصرين ومن اولاد بوزيد ومن اولاد جبل الاحمر ومن جماعه نابل ومن جماعه صفاقس، ما همش ما عاد لينا لحتى حد. طلعوا قانون هذا نتاع الفساد تبييض الفساد مشوه، ما همش ما عاد لينا لحتى حد. حان الوقت حتى تسقط هذه الحكومه. أيها الشعب، يجب علينا أن نسقط هذه الحكومة بالدستور وبالقانون، يجب أن نعمل جبهة سياسية تفرض عليهم غصبا عنهم وعن اللي خلفوهم انتخابات تشريعية مبكرة ورئاسية مبكرة، ويكون في تكتل جديد نجتمع حوله المعاهدة الديمقراطية الاجتماعية، الحكم بالعدل والمساواة بتاع التوانسة قدام القانون، محاربة الفساد والرشوة والمحسوبية والتهرب الجبائي، إعطاء أولوية واضحة في ميزانية الدولة للعدالة الاجتماعية، والتعهد بعدم الإساءة لديننا وعدم التحرش به أو الطعن في ثوابته كما قاعد يعمل تو البشبوش في كلامه في الميراث، وكذلك حتى في موضوع إلغاء الترخيص بدون مشورة أي حد من تعدد زواج المسلم بدون المسلم. أكبر مشكلة تواجه المعارضة هي أنه كل واحد يحب يجبد الروح والطموحات الشخصية، وكل شكون يحب يشد رئيس الجمهورية. أنا شخصيا ماني كنت الرابع في الانتخابات الرئاسية بتاع 2011 والثاني في الأصوات في 2014 والثاني في الأصوات في 2011،
وعندي توا ناس ثقة وثقوا بي وبالنداء متاعي أكثر من 200,000 واحد صحوا في شهر على دعوتي لعزل الرئيس الباجي قائد سبسي. أنا شخصيا مستعد نازل ونأيد أي واحد اتفق عليه المعارضة، يعني المعارضة الوسطية المعتدلة اللي تتمن بالعدالة الاجتماعية وبحكم القانون محاربة الفساد. كانت تفقوا قالوا نحبوا نرشحوا إكس فلان فلاني، أنا موافق وندعم السياسيين وندعم الإعلاميين، نقنع إخواني وأخواتي في تيار المحبة ندعمه، ورئيس الحكومة ما حشش بيه، أنا مستعد ندعم أي واحد يتفق على رئيس حكومة، بس المهم ننقذ بلادنا من البشبوج ومن الغنمش، ننقذوها من الحكومة الفاسدة. وانا عارف مسؤوليه البجبوش اكثر من الغنوشي، لكن الغنوشي كان ممكن ما يعطيش كل الضوء الاخضر هذا ويطبع له كل الماضي، لكن ما نعرفش عليهم جماعه النهضه خيبوا امالي وامال برشا الناس في تونس، كانوا يتوقعوا منهم اكثر، فك عليهم منهم تو باش نحكي عليهم. لكن اللي بيدو كل شيء هو البجبوش الباجي قائد سبسي، ويجب ان نهزمه بالاليات الديمقراطيه. الثوره هذه خطيئه وما عندهم حتى شيء، لكن هو ذكي ثعلوب دبر راسه واستفاد منها هو ولده، لكن يجب ان نضع حد لهذا التغول السرطاني الخبيث هذا، والله العظيم مشكله. والله يتوانى ستقولي مع كل احترامتي، يعني عملنا الثوره باش يحكمنا نور الدين بنتيشه وحافظ قائد سلسي، والله فضيحه اصلا.